السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، موضوع اليوم وهو واحد الدوماندا اللي انطلقت اليوم في تقديم الطلبات ديالها، سميتها باكيتو فاميليا. كما كتشاهدوا معنا احنا الآن في الموقع الرسمي ديال ريجوني لومباردية اللي يعني دارت هذه المساعدة ديال باكيتو فاميليا. اشنو هي هذه المساعدة؟ هذه المساعدة فتحت أولا اليوم في ربعة، يعني يوم 4 ماي 2020، وعندها فقط أسبوع باش تسد. يعني إلا باغي تقدم طوماندا قدمها في مدة أسبوع، يعني يوم 11/5/2020 غادي يسدو على يعني الناس اللي بغات تدفع. يعني خصها تدفع في هذا الأسبوع، 2 3 4 5 جمعة 6، وكذلك يعني الحد، لأن الطوماندا كتكون أونلاين. هاد الطوماندا اللي كانت هدرت عليها يعني ريجيون لومباردية نهار 30/2020، واللي خصو ليها مبلغ مالي كبير طبعا. حتى هي هاد المساعدة، شكون هاد الناس اللي غادي يستافدو منها؟ اولا كتعمر اونلاين، غادي نخلي لكم اللينك في الديسكريبسيون لتحت، اللي بغا يعمر يعني يدخل باش يعني يعمر الطوماندا ديالو والمعلومات ديالو. شكون غادي يستافد منها؟ غادي يستافد منها هادو طبعا. اولا دايرين هنا يستافدو منها الناس اللي شاريين دار بالكريدي، يعني شاريين دار وكيخلصوا الموتو، كيخلصوا الراتات. هادو غادي يستافدوا ب 500 اورو، تحول مباشره للحساب البنكي ديالهم، لانك غادي تعمر المعلومات، غادي تدخل الايبان ديالك باش تحول لك يعني ديك لا سوما ديال 500 اورو للحساب ديالك. ومن الشروط ديال هاد الطلب خص يكون تجيب لهم واحد اخر راته خلصتيها من البنك، وكذلك يعني ريتيفوتا، وكذلك يكون عندك واحد من الكومبونيتي ديالك مينوريني، يعني قل من 16 سنه، واحد ساكن معك في الدار قل من 16 سنه، ولدك ولا بنتك. ثانيا غادي يستافدوا منها كذلك الناس اللي بغاو يشريو كمبيوتر لولادهم، او لا شراو كمبيوتر لولادهم. طابليت او الكمبيوتر بورتابل او لا يعني فيكس، هادو غادي يستافدوا بنسبه 80% من الثمن ديال هذاك الحاسوب ولا الطابليت اللي شراوه. مثلا انت مشيتي شريتي كمبيوتر ب 500 اورو، غادي تدفع الدوماندا وغادي يعني يساعدوك ب 80%، غادي يرجعوا لك 400 اورو. ولكن اش خصك؟ اولا الا شريتي الكمبيوتر خص تكون شريتيه من بعد 24/2020، يعني تكون شريتيه من بعد 24 فبراير وماشي قبل، او لا تشري في هذا الاسبوع هذا وتدفع لهم الطالب. مثلا شريتي انت ب 500 اورو غادي يردوا لك هما 400 اورو، ولكن هما ما غاديش يساعدوك اكثر ب 500 اورو. مثلا الا شريتيه ب 1000 اورو ما غاديش يقدروا يعاونوك ب 80%، حيت 1000 اورو اللي جاو يعاونوك ب 80% غادي يردوا لك 800 اورو. هما دايرين لك الحد الاقصى اللي يقدروا يعاونوك به هي 500، يعني الا شريتيه ب 600 غادي يعاونوك بديك 480. المهم يعني انت الا شريتي كمبيوتر ب 500 ولا 600 اورو بحال غادي تكون شريتيه غير بديك 100 120 اورو، اللي بقى هما غادي يرجعوه ليك. واش خصك؟ خصك قلنا تكون شريتيه قبل، يعني عفوا بعد 24 في شهر جوج، او لا تشري هذا الاسبوع باش تدفع الدوماندا. وخصك كذلك كي تشريه يخرجوا لك فاتورة بالكوديتي فيسكالي ديالك، يعني ديالك انت، يعني يكون داكشي بالوثائق، ماشي تقول لهم شريت كمبيوتر، فاتورة يديروا لك فاتورة ولا تكون ترينو يعني فيسكال، داكشي يكون بالكوديتي فيسكالي ديالك باش يعرفوا بلي انت شريتيه. وكذلك صحاب البارتي تايفا، صحاب البارتي تايفا اوتونومي بروفيسيونيستي، كاع هادو يقدروا يستافدوا. ولكن هادو الا كان عندهم الدخل ديال 3 شهور الاخرى نقص لهم واحد شويه، نقص بواحد النسبه ديال 30% على داكشي اللي كان يدخلو. شحال هذا مثلا؟ شحال هذا كان كيدخل في 3 شهور 20 مليون، هاد 3 شهور الاخرى نقصات ليه ب 30%، يعني ولا يدخل واحد 12 ولا 10 ولا، المهم يكون كيدخل قل من 30%. وبالنسبه للايزي، هاد الطوماندا خصها كذلك ايزي قل من 30000 اورو، يعني ماشي مشكل الا كان طالع بزاف، يكون قل من 30000 اورو او لا يساوي 30000 اورو. الا ما كانش عندك ليزي ولا الا ما درتيش في شهر واحد، يعني ما فضل يعني الازمه ديال كورونا وما درتيش، عندك يعني حق دفع الدوماندا، ولكن تبقى الدوماندا ديالك موقوفه لمده 90 يوم باش يعني تقاد ليزي ديالك باش تكمل على الدوماندا ديالك. وباش تقدم على الطلب ضروري خص يكون عندك اولا سبيد، وهذه كتدفع اونلاين، سبيد اونلاين. واللي ما عندوش سبيد كذلك يقدر يدخل الفيديوهات ديال القناه، غادي يلقى فيه واحد الفيديو ديال طريقه تقديم السبيد وهكذا يدير السبيد اللي ما عندوش.
وهذه المساعده خاصه طبعا بالجهه ديال لومبارديا ماشي في الطاليان كلها، لومبارديا. ونتمنى نكونوا فدناكم، وانتم كذلك ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولايك للفيديو والبارتاج، وكنشكركم بزاف وبارتاجيو باش تعمل الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.